السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد مساكم اذا كان عندكم مساء، ويسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح. طبعا احنا متأخرين في الفيديوهات بتاعتنا، فيديوهات الصيف، وده لان الموسم دوت يعني بصراحة ما كانش كويس عند ناس ياما. هو اكيد في ناس استرزقت، ولكن برضو في ناس ياما ايه تعبت. احنا من ضمن الناس اللي تعبنا دي، والسبب في تعبنا كام حاجة وانتوا عارفينها كويس، اللي هو الصيد الجائع، صيد الكهرباء وصيد المادة وقلة الأدب اللي بتحصل دي، وطبعا كثرة الصيادين، والأهم من ده كله قلة السمك نفسه، لأن لو في سمك كلنا هنتراضم بإذن الله. نكلينا أكتر من دور في أكتر من مكان، وسبناهم وهربنا منهم بسبب معين، إن احنا ربنا أراد إن احنا نشوف الناس وهي بتصطاد بالكهرباء بعنينا في دوارنا. فبالصدفة كده ربنا كرمنا بناس محترمة، جماعة أبو قوطة، ومعايا الأخ ربيع أبو قوطة، عوض أبو قوطة، أنا آسف، عوض أبو قوطة هو اللي بيصورنا. هو الرجل الطيب ده عنده المكان اللي احنا قاعدين فيه ده كده، بسم الله ما شاء الله، الدور ده بتاعه يعني. ضيفنا عنده، واحنا اتاكدنا ان الايه ان المكان ده الحمد لله، هو عوض بياكد لي ان المكان ده ما فيهوش كهرباء. انتوا بالنسبه لكم موسم الغله خلاص، لكن احنا بالنسبه لنا احنا الموسم لسه هيبدا. فان شاء الله ده يعتبر اول يوم لينا في على الدور بتاع اخونا عوض. ان شاء الله وباذن الله هنشتغل النهارده يا جماعه. دي من فنيات صيد الغله يا جماعه، من فنيات صيد الغله، ان انت قلنا قبل كده ما تقعدش بطعم واحد، تمام. الدور بسم الله ما شاء الله واسع زي ما احنا شايفين كده، يقدر يعمل اكتر من حاجه. فاحنا مستهدفين ان شاء الله هنشتغل بغله، ودي الغله بتاعتنا مبلوله 48 ساعه عشان الجو بدا يبرد شويه، فاحنا ايه حطيناها في ميه بارده 48 ساعه. ودي جوافه، وده دور اصفر. طبعا احنا هنا في مصر قليل فينا اللي بيشتغل بالايه بالدور الاصفر. الدور الاصفر الاصفر ده يا جماعه بيستهدف السمك الكبير بس، اللي هو سمك البني، سمك الحشاش او الصنفه، والبولتي اللي هو الكبير. صيد الدور الاصفر من اجمل صيد السمك كله، بس هو مشكلته ان هو بيعوز صبر جامد. فاحنا جينا هنا في المكان دوت الدور اهو يا جماعه اللي احنا هنشتغل عليه، عشان بس تبقى انتوا ايه شايفين الدور. بسم الله ما شاء الله واسع. جيت من كام يوم هنا علفت بدوره صفرة، ودوره صفرة حصى، وديت بيتها في الميه ميه بارده 48 ساعه، وبعد كده رجعت غليتها. جيت النهارده رميت منها شويه صغيرين كده على الارضيه ونطورت، والباقي ده هنرمي نصه وانا مروح، والنص التاني هنخليه تعود. طبعا احنا معانا النهارده ان شاء الله هنشتغل بثلاث عداء، عود للجوافه هنرميه حساس، وعود للغلة ده هيبقى في ايدينا على طول، وعود الذرة هنسيبه جنب مننا، منين بقى ما يضرب يضرب، يعني هو ممكن ما يضربش، لكن العود اللي هيبقى في ايدي وشغال بيه اللي هو عود الايه عود الغلة. نتوكل على الله. وبرضو في حاجة من ضمن الرحلات اللي احنا طلعناها، طلعنا احنا كده برضو يا جماعة في مزرعة، بس للأسف برضو ما خدناش سمك. هنوري لكم الفيديو بتاع المزرعة عقبال ما ايه الدور يشتغل معانا، ونوري لكم سمكة الدور اذا ربنا اراد يعني. خليكم معانا يا جماعه، يلا بينا نروح على فيديو المزرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ كل سنه طيبين. النهارده ان شاء الله وباذن الله جايين نغير جو في المكان اللي انتم شايفينه ده. الصلاه على النبي، يعني سبحان الله، جنه من جنان الارض، وربنا سهل علينا ان شاء الله خير. مش هنتكلم في سمك ولا هنتكلم في اي حاجه غير بعد ما نستفتح باذن الله. خليكم معانا وربنا يسهل لنا الحال. الله كريم. معايا طبعا اخويا امين النظلي. الف ولا ابو يحيى، صباح الورد. معايا الاخ محمد فايز جاي اهوت قدام. حرامي امسك حرامي. انت اللي قلت عادي، هات شويه بقى. ها محمد فايز، صباح الفل.
بس كفايه كده محمد. كفايه محمد. لسه فاضل معانا ابو خالد رحيل اهو ان شاء الله. محمد فاز جاي يتفسح اهوت وياكل بلع. اه بلع اهو. ادي سما. ابو خالد السريع اهوت. حبيبي ابو خالد. صباح الفل. صباح الورد. خليكم معانا يا جماعه. اخويا امين اهو استفتح يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حته سياسه. حلاوتك وحلاوه القروس يا معلم. الله يرزقك يا رب. الله يحفظك. الطعم طعم دود الارض. طعم دود الارض يا كريم يا رب يا كريم. ماشي يا معلم. الله يحلل لك زادك يا رب. حبيبي يا كريم. ماشي يا جماعه. بعد ما شفتوا الفيديو بتاع المزرعه واليوم بتاع المزرعه ده، هو كان يوم جميل والله، يعني قضينا فيه يوم حلو، بس هو برضه للاسف ما كانش فيه سمك. الارزاق كده يعني، رحنا نصطاد في مزرعه وبرضه ما خدناش سمك. المهم رجعنا بقى احنا هنا تاني المكان بتاعنا ده، دي الغله بتاعتنا هي. طبعا احنا رمينا وقعدنا شويه كويسين، حضرنا فيهم العده، فهنبدا نطعم الايه الغله دي. التطعيمه يا جماعه بتاعت الغله هي بتاعتنا. طبعا الصنار المستخدم 3. الخيط ده يا جماعه 35 رمال، 30 سنار، 3. انا هنشتغل على فلة. هنبدا نتوكل على الله نرمي اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده ايه الفلة بتاعت الغل. نيجي ندخل للدره. حبيت الدره بتاعتها هي، وده سنار 1. العده بتاعتي برضو نفس العده 35 على رمال 30، ده سنار 1 ملو. الذره يا جماعه بنحط حبايه الذره من تحت من هنا، ونخلي السنار يطلع من ايه من العنقود بتاعها، عشان العنقود بتاعها ده بيبقى طري، لو سمكه ضربت ما تبقاش ناشفه على الذره ويعشى ايه فيها السنار. دي بقى هنرميها وهنسيبها خالص، مش هنقرب منها الا اذا كانت ايه غمزه، وان شاء الله لو غمزت هتبقى حاجه تقيله، وممكن ما تغمزش طبعا، هو صيد السمك كبير بيبقى كده، يا تاخد حاجه ما تاخدش خالص. اخر حاجه بقى معايا الايه اللي هي الجوافي. انا واخد الجوافيه ديت سليمه كده، دي هنطعم بيها. الطعم بتاعها هو دي، انا مطحها للطعم. الجوافيه الناشفه قطعتها للايه للطعم، والباقي ده كله هنزفر بيه لايه مكاني. طبعا انا هنرمي ايه مثلا، هنرمي في تلت الميه هنا، والتيار المايه ماشي كده، فانا هنرمي بحيث ان المايه تروح معاها كده، وايه تبقى الرميه بتاعتي انا على مكان التصفير بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرمي كلها في مكان واحد وتيار المايه هياخدها. النهارده يا جماعه الجمعه 19/10، 19 ولا 18؟ 19. النهارده الجمعه يا جماعه 18/10/2019. نيجي انا بقى لايه عود الجواف. عايزين بس نقرب دي كده عشان ان شاء الله تضرب. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا يا جماعه انتوا بتشتغلوا من برضو ايه الزنان دايما مفتوح معاك. ده عود 3 ملوي براجع، عود 3 ملوي براجع. دي التطعيمة بتاعتنا هي. الرمية بقى لازم تبقى ايه بالراحة خالص عشان لو في اي حاجة غلط التطعيمة هتنزل على الفاضي، ولا هتشوف جوافة ولا هتشوف ايه سنفة. وده عود الجوافة اهو يا جماعة، حطيناه على السيخ ده، وده هنسيبه خالص. انا فتح الفرميل برضو بتاع المكنة وهنسيبه خالص يعني، وربنا كريم. اول استفتاح لينا اهو بالغلة ان شاء الله. عود الذرة زي ما هو اهو في المية، وعود الجوافة برضو ايه زي ما هو. عود الغلة بس اللي ايه اللي في ايدي ده، اول استفتاح يعني ايه نص كف حلوة تتاكئ، مش هنرميها، وربنا سهل الحال يا رب. الله كريم. لو الدور سخن معانا ان شاء الله ليكوا عليا ان ايه نجيب لكم الغمزه من اولها، بس يسخن معايا بس شويه الدور ان شاء الله. تاني حته يا جماعه على الغله اهي، يا مسهل الحال يا رب. الله كريم، والله العظيم خدت معانا اخده على الجوافه بس ما حصلش فيها نصيب والله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يا جماعه انا راجل ضيف معاكم هنا يا جماعه. راجل دي ضيف عندنا بس ضيف عزيز عليه عشان تبقوا عارفين. احنا ننزل نجيب السمك من البحر عشان تبقوا عارفين. على فكرة يا جماعة الأخ محمد هو برضو اللي مضيفني هنا برضو، والميزة في المكان ده اللي خلاني نحط فيه وإن شاء الله نكمل عليه الموسى، إن هنا الجماعة دول جماعة أبو قوطة كلهم عزبة واحدة ومكان واحد، مفيش غريب بيدخل إيه في وسطهم. فده اللي شجعني إن أنا نفتح الدور ونألف ونشتغل عليه، وإن شاء الله الموسم هيبدأ معانا إحنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. بس ربنا يكرم بس ونضربه حاجة بالغلة ان شاء الله. تو مش واحد ان شاء الله تو. بإذن الله بإذن الله بفضل الله يا جماعة. هيت الحمد لله الدور بدأ يتجاوب معانا اهو، وبدأت السمكة تكبر. يا مسهل الحال يا رب. كده ان شاء الله يعني ايه متفائلين خير ان شاء الله. شكلنا اصابنا كده في المكان بإذن الله اللي هنشتغل عليه، وربنا كريم. الصلاة على النبي يا شباب. الحمد لله رب العالمين. العملية ايه فرقت معانا خالص اهي. الكلام ده بالغلة يا جماعة على نفس المكان اللي احنا جيناه اهوت ان شاء الله. ربنا سهل لنا الحال. دي كده مبشرات كويسه ان احنا حطينا في دور كويس يعني باذن الله ومشيته. الله كريم، ونشوفوا اللي هيحصل معانا. احنا لسه قاعدين شويه برضو. الله كريم يا شباب. السلام على النبي يا جماعه. الطعم اهوت لازم كده الصياد يغير وينوع من نفسه يعني. طلع على غله ما ظبطتش معاه ينزل بطعم. المهم نروحوا بالسمكتين. الله كريم. حلو حد كده. ايوه بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. اول شغلنا على الجراميط في القناه اهو يا جماعه. ان شاء الله هنجيب تقيل جاي في السكه حق. تعالى كده اتفضل.
ماشي خلاص مفيش شيء. ما يهمكش. يا مسهل حال يا رب.